نعم، خلنا نقف فقط عند هذا الجانب كونه يشغل أكيد بال الناس كثير، مسألة تعليق الدراسة. الآن نعم. وزارة الصحة واللجان التي تنعقد بشكل مستمر أكيد أنها تتابع آخر التطورات أول بأول. نريد نطمن الناس، يعني حن بعد نعرف أنه قلق الناس على أبنائهم هذا حق مشروع، لكن نريد نطمن الناس من خلال جهودكم، ما هي المعايير أو المؤشرات اللي تتابعوها بشكل دقيق حتى يتم اتخاذ إجراء كهذا، سواء تعليق الدراسة في مؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو حتى من خلال مؤسسات التعليم العالي؟ نعم، طبعا في عندنا حاجة اسمها تقصي الوبائي. التقصي الوبائي هذا طبعا احنا نشوف يعني من ناحية الفحوصات اللي هي موجودة على في كل أنحاء السلطنة، تجينا مخبريا وأيضا تجينا الحالات اللي هي أيضا من المجتمع، ونشوف إذا كان في حالات مجتمعية بدل انتشار في المجتمع ساعتها طبعا هذا يعطينا أن احنا انتقلنا إلى المرحلة الأخرى اللي هي الرابعة يعني في التصنيف، فبالتالي يصير نقل مجتمعي. إلى الآن والحمد لله جميع الحالات اللي احنا سجلناها إلى الآن الحالات كلها أساسا يعني جاية من بلد في وباء، وإحنا تم الفحص وتم التأكيد عليها وأيضا وعزل هذه الحالات، وأيضا المخالطين لهم تم عزلهم. طبعا متى يعني بس أنا أحب أطمن الناس يعني إحنا أبناءنا الطلبة، طبعا وزارة الصحة مهتمة طبعا بهذا الجانب، هذا يعتبروا أبناءنا يعني، فإذا حصل أي نقل في المجتمع أو أي حالة، طبعا إحنا في هناك نظام تقصي وبائي، فساعتها في عندنا أيضا عندنا مثل ما تقول استراتيجية متبعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعاون مع وزارة التعليم العالي، بحيث أن ممكن أن نعلق الدراسة سواء كان على مستوى المدرسة، سواء كان على مستوى الولاية، سواء كان على مستوى ولايتين أو حتى محافظتين أو حتى السلطنة ككل يعني تشمل هذا التعليق، فهي في خطة بشكل مدروسة بشكل علمي وليس يعني كذي مجرد تخبط يعني مثل ما يقولوا يعني. لأن إذا أنت ما عندك نقل مجتمعي في المجتمع إلى الآن ما سجلت أي حالة، فما في داعي يعني للناس أنهم يخافوا بكل هذا الخوف، لأن لحد الحين ولله الحمد إلى الآن يعني ما أعرف يمكن بعد ساعة بعد ساعتين ممكن يحصل، بس إلى الآن وأنا أكلمك ما في عندنا ولا حالة مؤكدة داخل المجتمع يعني اللي هي ما معروف مصدرها يعني هذه الحالة. هذه يسموها الحالة المحلية؟ المحلية نعم. أيوة، فما موجودة هذه الحالة، فنحب نطمن الناس احنا يعني مثل ما تقول يعني في حالة ترقب، وأيضا وناخذ كل العينات ونفحصها، وبعدين أيضا أحب أن أطمن الناس إن في بالنسبة لفرض كورونا لحد العين عالميا وحسب الأشياء العلمية وأيضا الصادرة من الصين إن هذا المرض يصيب فقط اللي هم أقل عن 19 سنة 1% فقط من الأطفال فقط وليس الجميع يعني، الحمد لله الظاهر أن هذا المرض ما كثير ينتقل ما بين الأطفال أو أنه ما يصيب الأطفال يعني. هذا مؤشر جيد بالنسبة لطلبة المدارس. نعم بالضبط، هذا مؤشر جيد، وبالتالي أيضا إذا حصلت أي حالة أنا أحب أكد الناس أو إذا استشفينا أي خطر بالنسبة للمدارس على طول سيتم تعليق الدراسة طبعا بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، لأن طبعا هم يأخذوا رأينا الفني في هذا الخصوص، فأنا أحب أطمن المجتمع أن الخطة موجودة موضوعة وفي حالة ترقب إلى الآن يعني. نعم. لأن الحمد لله لحد الحين ما في عندنا مجتمعي لحد الحين ما أثبتنا ذلك يعني. نعم.